يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع اللمسات الأخيرة للحوار الوطني. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، يعني هل تطلعنا على الجديد لديك؟ نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم هي الجلسة 18 للحوار الوطني والذي يقع تحت المظلة الرئيسية، وهي الطريق نحو الجمهورية الجديدة وخلق المساحات المشتركة بين جميع القوى المدنية داخل جمهورية مصر العربية. ربما هذه الجلسة اليوم هي جلسة مفصلية وهامة جدا، لأن بعد هذه الجلسة ستبدأ الحوارات الحقيقية والنقاشات الحقيقية لجميع الملفات المختلفة التي سيتناولها الحوار الوطني للوصول لحلول واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بمشاركة جميع الرؤى من داخل الأراضي المصرية. ربما نتحدث عن عدة محاور، ثلاثة محاور رئيسية، والمحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. كل محور من هذه المحاور له عدد من اللجان، هذه اللجان تصل عددها إلى 19 لجنة. هذه اللجان تناقش 100 ملف مختلف. هذه الملفات يتم مناقشتها على مدار، ربما كل ملف منهم يحتاج إلى من 4 إلى 5 جلسات حسب أعضاء الحوار الوطني. ولكن ربما الأهم اليوم وما يجري الآن، وهي ربما الجلسة الآن يتم النقاش فيها، حول اختيار الأعضاء الأبرز لهذه اللجان. وتم وضع بعض المعايير المختلفة، هذه المعايير سيتم على أساسها اختيار أعضاء المشاركة في هذه اللجان. من أهم هذه المعايير بالطبع هي الترشيحات الخاصة بالقوى المجتمعية المدنية، الترشيحات الخاصة بالجهات المعنية من الوزارات وغيرها. ولكن أيضا هناك معايير مثل حسن السير والسلوك، السمعة الجيدة، وأيضا الخبرة المختلفة في المجالات. وربما هي هذه هي النقطة الأهم، هي تبادل الخبرات المختلفة في جميع الملفات للوصول لحلول يتم تنفيذها على أرض الواقع، ليتم عرض هذه الحلول فيما بعد على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، منها من سيكون طريق لإجراء التشريعات المختلفة لتنفيذها، ومنها من سيتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع من الجهات التنفيذية. وبالطبع كل هذا سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا لمشاركة مجتمعية وتشريعية وتنفيذية. وسننتظر بالطبع في نهاية اليوم هذه القرارات التي ستخرج يعني بعض الشخصيات التي سيكون هم الأعضاء الأساسيين في هذه اللجان، 19 لجنة رئيسية لمناقشة 100 ملف. ستبدأ هذه النقاشات في الفترة المقبلة بإذن الله. والآن عودة إليكم. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري من داخل مقر إقامة الحوار الوطني.